ايه الحريم اتلمت على بعضها؟ الراجل قاعد تحت هيموت من الجوع. عمتي انت وزينب حضروا لنا الوكل. يلا انا هروح احط السفره. من عينيا يا روح عمتك. يلا بينا يا عمتي يلا. ازيك يا شهد عامله ايه؟ الحمد لله بخير. قبل ما تقول اي حاجه انا عايزه اقول لك كلمتين. مروان انا كل مره بنزل فيها البلد ببقى مكسوفه هوريك وشي ازاي. كل مره باجي فيها لحد هنا ببقى خايفه وحاسه بعدم امان. بقول يا بنتي يا شهد خليكي بعيده احسن. بس لما دخلت البيت حسيت اني مطمنه ومش خايفه من اي حاجه. وعرفت اللي المفروض كنت اعرفه من زمان يا مروان. عرفت ان انت كبير العيله وان اي عيله لازم يبقى ليها كبير ويتشال فوق الراس كمان. شهد مش عايزك تقلقي ولا تخافي يا بنت. انا ولد عمك يعني دمي من دمك. جايز ازعل منك ممكن اتضايق وابقى عايز اكتم رقبتك ماشي، لكن اوعك تبكي ولا دموع تنزل منك ابدا، فاهمه؟ ولامك دي انت بنت عمي واجيب لك من الاخر انت اختي زينب. عارفه يعني ايه زينب؟ عايزك انت اللي تقول لي. زينب يعني العين اللي بتشوف اللي ما حدش شافه. هي القلب الكبير اللي ساعد الدنيا دي كلها بحالها. هي الفرحه اللي ما حدش فينا شافها. هي الحنيه اللي كل واحد فينا بيتمناها. زينب دي السد العالي اللي بيحمينا من الفيضان. لو زينب مش موجوده كل واحد فينا هيبقى في ناحيه وكل واحد فينا هيبقى في طريق. زينب علمتني ان اغمض عيني على اللي مش عاجبني وقلبي يولع على الناس اللي حواليا. زينب فهمتني ان الكبير لازم ينسى. الكبير يلم الناس اللي حواليه ياخدهم كلهم في حضنه حتى لو هيقطع من لحمه الحي ويديهم عشان اللي بعده يعمل زيه. عارفه يا شهد لما تيجي سيرة زينب انا بنسى الدنيا باللي فيها. يا عم انت كده هتخليني مش هتجوز الا لو عايزه بقى اقعد معاك واتعلم منك. وبعد هالك كان اقول للراجل اه ولا ايه؟ موافقه. ايوه كده ربنا يتم بخير ان شاء الله. يلا يا جماعه مش هتنزلوا؟ الراجل مات من جوه. طيب انا هسبق. عارفة يا زينب مروان بيكلمني كنت حاسة انه بابا بيطمني. هو احنا ازاي ما كناش شايفين مروان كده؟ يلا 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 ننزل تعالي. يلا تعالي تعالي. ايه مالك؟ خايفة خايفة. خايفة من ايه؟ انت مش قلتي ان مفيش حد في البيت؟ ايوه خالتي اما كنت عندها في القسم قالت لي كده. طيب خلاص امسكي نفسك كده ما يبقاش قلبك خفيف. لا انا بقول ان احنا نرجع بقى. لا نرجع ايه؟ نرجع ايه؟ الله يخرب بيتك. بقول لك ايه؟ احنا مش داخلين بالمفتاح بتاع خالتك؟ ايوه. ودي فيله خالتك؟ ايوه. عايزه ايه تاني؟ في ايه تاني؟ حد يطب علينا يا محروس. يا بنت ما تخافيش ما تخافيش اجمدي بقى. بص انا غيرت رايي يلا نمشي. لا غيرتي رايك ايه عليا؟ النعمه من نعمه ربي يا عم. معاكي الناقصه. ناقصه؟ ناقصه اكتر من اللي انت كنت عملته قبل كده؟ يا حبيبتي يا حبيبتي انا ما اقصدش انا كل اللي انا بتكلم فيه ان احنا جايين هنا عشان نعمل حاجه مهمه مهمه هنخلصها ونتكل على الله وبعدين احنا بنعمل حاجه كويسه. يا سلام. وهي السرقه حاجه كويسه؟ طبعا لما حد غيرنا يدخل ويفتح الدولاب ويطلع فوق وياخد الحاجه ساعتها هتقولي ايه؟ يا لهوي يا ريتني كنت خدت الذهب. اهو
يبقى بقى ايه؟ يبقى بنعمل حاجه كويسه ولا مش كويسه؟ بس انت عارف لو خالتي عرفت ان انا دخلت هنا وخدت الذهب هتعمل ايه؟ ده هتقطم رقبتي. يا هبله يا هبله، احمدي ربنا ان انا جيت معاكي. ليه؟ ليه؟ عشان خالتك يا هبله متهمه في قضيه قتل. عارفه يعني ايه قتل؟ وريتال مستنياها وبيت عبد الحكيم بيتربص لها، ولو خرجت هيصلخوا اللي جابوها. يا خرابي، يعني خالتي كده راحت؟ امال انت فاكره ايه؟ يلا بقى ما تضيعيش وقت، الا قولي لي خالتك عندها ذهب كتير؟ اوه ما بعدش، عندها ذهب ياما. ايوه يعني ايه ذهب ياما؟ ايه يعني ما يكونوش غوشتين وخاتم؟ غوشتين وخاتم ايه؟ دي عندها شنطه قد كده. شنطه ذهب؟ ايوه. دي هي كانت تقول لي دايما ان الفلوس في البنك ملهاش اي عازه، انما الذهب ثمنه فيه، فكان كل ما يجي لها قرشين تجيب بيهم ذهب. واعية نعيمة دي. طب يلا يلا، مالك مالك ماسكة فيا ليه كده؟ انا مش ماسكة ولا حاجة، بس انا خايفة. لا خايفة من ايه؟ يلا تعالي. امشي اطلعي قدامي، امشي قدامي يلا. بسم الله بسم الله. يلا بقى يلا. كده دي حاجة خالتي انا اللي اشوفها الاول. يعني وانا هسرقها تكعبليني؟ امال انت جاي تعمل ايه؟ هفهم فيكي لحد امتى؟ بيما بيما. ايوه بقى. بقول لك ايه؟ انا خايفه. لا خايفه ايه؟ عليا النعمه من نعمه ربنا، اكلك قلم على وشك اخليكي تلف زي النحله. هي مش دي اوضه خالتك؟ ايوه. اتفضلي افتحيها. حاضر. اوعى. ايوه كده، خليك هنا ما تتحركش. يعني ايه؟ استنى. ايوه هي دي. ايه ده المفتاح دي؟ كانت بتتفتح ازاي دي؟ نكسر ابوها. نكسر ابوها ايه؟ دي غاليه. غاليه ايه؟ استني استني. اوبا، انت هيغمى عليك ولا ايه؟ ايه ده يا بنت ده؟ شايفي محروس؟ ملي عينيك. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. عليا النعمة من نعمة ربنا، خالتك النعيمة دي ليها الجنة. أنت عايزها تموت ولا إيه؟ يا ريت تبقى عملت فينا أحلى واجب. بعد الشر عليها. يا شيخة تنيلي بعد الشر عليها إيه؟ إحنا دلوقتي ضمنا مستقبلنا. ليه إن شاء الله؟ هي كانت خالتك ولا خالتي؟ خالتنا إحنا الاتنين، خالتنا إحنا الاتنين. الخير لما بيطرطش هيطرطش عليا أنا وإنتي، وبعدين مش أنا وإنتي واحد؟ مش أنا وإنتي واحد؟ أيوة أنا وإنت واحد. أهم حاجة بقى دلوقتي إحنا عايزين نبيع الدهب ده. ليه؟ ليه إيه؟ ليه إيه؟ إنتي كل شوية ليه؟ بهيمة يا بت يا بت، عشان نعمل المشروع اللي إحنا اتفقنا عليه، وبدل ما إحنا عمالين نمد إيدينا للي يسوى اللي ما يسواش. طب افرض بقى هي خرجت وقالت لي فين الذهب؟ احنا لا جينا هنا ولا نعرف هنا خالص. يعني اكدب عليها محروس؟ اكدبي عليها، اكدبي عليها محروس. ماشي انا موافقة. حلاوتك يا كلابيزو يا صغنن. بص بقى، انا اعرف سايغ نروح له ونبيعه ونقبض وقتي. لا تروحي له. هروح له لوحدي؟ روحي انت بيعي الذهب وهاتي الفلوس وانا هقول لك هنعمل ايه. لا خلاص ما تقلقش، أنا هتكلم معاهم. يلا تصبح على خير. شهد تعالي عايزاكي. فوتي وقعدي. حاضر. عرفت ان عزة طلب يدك النهارده؟ حصل النهارده. مبروك. الله يبارك فيكي. شكلك مبسوطه. هو راجل زين والله، بالك انت بعد اللي حصل لو واحد تاني كان راح معوتش. هو زين، ان شاء الله تتجوز وتتهني. انا بس عايزه اقول لك كلمتين. هو في ايه؟ هو انا عملت حاجه ضايقتك مني؟ لا والله خالص، انا بس عايزه اقول لك الكلام اللي كريمة كانت حتقولهولك لو كانت موجودة. شوفي يا حبيبتي، الست عمود البيت، وبينك وبين راجلك ربنا، اتقي ربنا فيه، وإياكي تدي ودنك للناس. الناس ما عندهاش غير كتر الكلام وخراب البيوت. واوعي ترفعي حسك عليه، يزعل يتقهر، ولو اتقهر منك
هدور على غيرك تشبر قلبه، فاهمة؟ ولو بعد سيبيه شوية وشوفيه، لقيتيه زعلان اتكلمي معاه وشوفيه ماله ورجعيه بالمودة والرحمة، فاهمة؟ ليه بتقولي لي الكلام ده النهاردة؟ عشان البيت الكبير ما وجعش إلا لما كل واحد فينا شاف العفش اللي في التاني ولا شافش الحلو.